السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية. نحن اليوم في بيت السيد أبو غازي الكائن في مدينة عمان. اليوم هو السبت الموافق 25/8/2007، وهذا المشروع يهدف إلى تدوين وتوثيق الذاكرة الفلسطينية، والجهة المسؤولة عنه فلسطين في الذاكرة palestine.remember.com. يجري هذه المقابلة سعيد عجاوي. عمي أبو غازي، أسئلة هذه المقابلة تقسم إلى قسمين. القسم الأول يهدف لتكوين صورة عن الحالة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لأهالي القرية قبل النكبة، والقسم الثاني يهدف لتكوين صورة عن معاناة سكان القرية خلال فترة الانتداب البريطاني والصراع مع الإصابات الصهيونية ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين خلال النكبة وفي منافي اللجوء والشتات. وبداية هذا اللقاء عمي أبو غازي، تعطيني اسمك من أربع مقاطع. إبراهيم إسماعيل سالم أبو عربون. نعم. مكان ولادتك؟ النعاني. النعاني؟ نعم. تاريخ الميلاد؟ 1934. 1934. عمي أبو غازي، اسم والدك من أربع مقاطع. إسماعيل سالم السيد أبو عربون. نعم. والدتك؟ فاطمة محمد أبو ناصر. فاطمة محمد أبو ناصر. عمي، هل توافق على إجراء هذه المقابلة بإرادتك الكاملة؟ نعم. نعم. اسم قريتك؟ قرية النعاني. النعاني. سؤالي لك، النعاني بتعرف ليش سموها النعاني؟ لأنه فيها ولي مقام اسمه النعاني. أيوة. إذا نسبة للولي اللي موجود النعاني. في النعاني. نعم. يعني قرية النعاني أطلق عليها هذا اسم نتيجة لوجود هذا الولي اللي هو مقام صالح. نعم. وين كان موجود هذا المقام؟ في نص المقبرة. في نص المقبرة ولا نص البلد؟ في نص المقبرة في البلد. أنت شفته هذا؟ يعني نعم، المقبرة في وسط البلد، صحيح البلد في نص المقبرة. طب هذا اللي هو المقام، مقام سيدنا النعاني، هو النعاني له اسم آخر قبل النعاني؟ لا. يعني محمد النعاني، خالد النعاني، صالح النعاني. محمد النعاني. محمد النعاني اسمه؟ نعم. نعم. طب قصته بتعرفها هذا الـ لا. يعني لأنه قديم كثير. يعني هو أول من سكن النعاني المقصود هاي المنطقة؟ نعم. وأطلقت عليها النعاني نسبة لهذا الشخص. نعم. طيب. النعاني عامل نكبي عام 48، قديش بتقدر عدد سكانها؟ يعني قديش كان فيها ساكنين؟ 2008. 2008؟ نعم. مش 2080. 2008. 8، يعني أنت حافظ العدد. نعم. الرقم بالضبط. نعم. 2008. نعم. انت يعني مواليد ال 34، يعني كان عمرك حوالي 14 عام. نعم. يعني واعي. يعني بيجينا هذا يعني طالب بالصف التاسع، يعني بالثالثه اعدادي. نعم. طيب عمي ابو غازي، المساكن اللي كانت موجوده في القريه، بتتذكر عدد المساكن؟ 333 بيت. 333 بيت. نعم. ما شاء الله عنك. نعم. معناه انت يعني قارئ ومحضر نفسك منيح. إداريا قرية النعاني لأنو مدينة بتتبع؟ للرملة. للرملة. النعاني وين واقع بالنسبة للرملة؟ شمالها جنوبها؟ جنوب. جنوب الرملة. نعم. تتذكر المسافة بين النعاني والرملة؟ 7 كيلو. حوالي 7 كيلو. طب أنا بدي أسألك أيضا عن الآن، عود في الذاكرة إلى النعاني وأرض النعاني، الأرض اللي كان مبني عليها البيوت، مش الأرض الزراعية. نعم. الأرض اللي فيها المساكن، تحكي لي تضاريسها، طبيعتها، هل كانت وعرة، سهل، عجبل، تلي؟ سهل. كانت كلها سهل. نعم. نعم. طب كان في إشي مميز بحد النعاني مثلا؟ كان في بير المية. نعم. بعيد عن البلد شوي، وكان يعني كفلاحين احنا الدور عندنا ترع المية بعيد عنك، على الحصان او البغل او اللي هو يطلع المية، ما كان مطرات. يعني على ايش يقولوا هذه؟ على الرحى يعني؟ هاي على الدواليب؟ ايوه، دولاب. دولاب. جواديس. ايوه. جواديس. طيب ايضا بدي اسالك بالنسبه للنعاني والاوديه اللي محيطه فيها. واد اسمه واد اللقعه. واد اللقعه. طب هذا الوادي من أنو جهة كان موجود؟ كان يجي من الجهة الجنوبية من القدس وينزل على البحر الأبيض. من القدس ينزل على البحر الأبيض.
طيب أنا بعرفها موجودة عندك، أنا بعرف خارطة فلسطين كلها. أعطيني الحين. لا بدي، أنا ما بدي. اسلم. إذا أنتوا يعني أنتوا باتجاه الجنوب للرملة وسبعة كيلو، وذكرت لي أنه في وادي موجود في أنو جهة الوادي بالضبط؟ الجنوبية، من الجهة الجنوبية للبلد. نعم. وهذا الوادي اتجاهه شرق غرب ولا؟ لا، اتجاهه من قبلة غرب. قبلة؟ شرق غرب. شرق غرب. طب هذا الوادي كان ملاصق للبلد من الجهة الجنوبية؟ يبعد عنها خمسة كيلو. خمسة كيلو. نعم. طب عمي أبو غازي، هذا الوادي كان له اسم؟ اسمه وادي اللكعة. وادي اللكعة. نعم. إذا هذا وادي اللكعة، طيب جريان المياه كان فيه على مدار العام ولا في فصل الشتاء؟ على مدار العام ونزق منه كمان. طيب منين مصدر المياه تبعته هذا الوادي كان؟ من منطقة القدس. يعني كان يجي من نبع؟ نعم. المي ما تنقطع فيه على مدار العام؟ لا. لكن في فصل الشتاء كان يعني بتزيد وديان، بتزيد وديان وصوفيه. طب ميته كانت نظيفه يعني؟ نعم. هل كانت للشرب ايضا؟ نعم. تشرب من هذا الوادي يعني؟ لما تكون المياه جاري فيه عم ابو غازي، هذا الواد احنا لنا ارض ونازل من نص الارض من عندنا، يعني كنا نزرع البطيخه ونزرع البندوره او اللي هو ناخذ منه ونزقي. يعني اكثر زراعتكم كانت بالطريقه هي على الري يعني؟ لا، مش بس على البال. لا بس احنا عشان الواد مارب قريب منه، نعوز ميه. طيب لو سالتك انا عن عرض الميه اللي بتكون في هذا الوادي يعني على مدار العام، يعني بتكون الجناه اللي ماشي فيها الميه يعني بعرض متر، بنص متر ولا اكثر؟ اكثر مترين يا 3 متر المياه، يعني كانه يعني جدول وسائل. واد دائما ليل نهار ماشي. نعم، زي روبي تقريبا. ايوه. وين بيصب هذا الوادي كان؟ بيصب على البحر. نعم نعم. طب انت تتذكر المسافه بينك وبين البحر كان؟ 18 كيلو. 18 كيلو. نعم. يعني كنتوا توصلوا البحر ماشيين على الاقدام؟ نعم. نعم. طيب هذا الوادي، وادي مره ثانيه اسمه وادي اللقعة. اللقعة؟ اللقعة 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 الكا. طيب جنوب البلد، هل كان هناك أودية أخرى غير هذا الوادي محيطة فيه؟ هو هذا دائما صيف يتنازل. كان أودية كثير تروح يعني ما عشت. لا قصدت أنا أودية مش شرط تكون فيها ماء، أودية كبيرة مثلا حوالين النعاني، هل كان في أودية أخرى؟ لا. من شمالها، من شرقها، من غربها؟ وديان ماشية. لا ما كان. لا وديان عادية بدون يعني غير وديان شتاء بس. وديان شتاء. كان في أودية أخرى؟ في بس والله ما نعرف اسمها. ما بتتذكر اسمها. وديان قول له وادي فلان، وادي أرض فلان أو اللي هو. نعم. طبعا هذا مشهور يعني معروف لانه دائما الميه. ايوه. طيب الان راح اسالك عن حدود النعاني. يعني النعاني من الشرق شو بيجيها من القرى العربيه الان؟ من الشرق بيجيها ابو شوشه. ابو شوشه. والبريه. نعم. وعنابه. يعني عنابه بنقدر نقول يعني شرق شمال. نعم. 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 طيب من الجنوب؟ ومن الجنوب يا سيدي بتيجي سدون. سدون. نعم. بتيجي شحمة تقريبا. شحمة. وفي قبل شحمة؟ في وادي الصرار محطة، لأنه بلدنا تمرق منها سكة الحديد. بتيجي اللد، الرملة، النعاني، أو على وادي الصرار بعد. وادي الصرار هذا قرية؟ نعم. وين موجود بالنسبة لكم وادي الصرار؟ هذه قبلة برضو منه، تيجي عند بلد اسمها دربان. تقريبا دربان. وادي الصرار هي محطة. دربان اللي هي دير رفات نفسها؟ أيوة بالضبط. لا دير رفات غير. طب وين عند دير محيسن وبيت جيز وخلدة هذول فوق منه. ومكلخة المنصورة. المنصورة نعم، منه وقبل المنصورة. نعم. قرية صغيرة المنصورة. جيت أنا المنصورة بعرف. الثاني مرة وادي ايش اسمه وادي؟ وادي اللكعة؟ لا الوادي اللي في وادي الصرار. وادي الصرار هي وادي الصرار، اسمها وادي الصرار. اللي هي؟ هي وادي الصرار. وين هي موجودة يعني؟ مش مالهاش وجود على الخارطة، وين عن سجد وعن بيت فار؟ لا 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 جاي بتطلع الرملة، النعاني، وادي الصرار، محطات الترين هذول، محطات.
بجوده مش محطوطه. بجوده بس محطه الصرار، احنا نقول لك محطه وادي الصرار، يعني بعد الرمله تيجي النعاني، اللد، الرمله، النعاني، وادي الصرار، تطلع على بتير. هاي يعني قبل المنصوره وادي الصرار بيجي؟ قبل المنصوره. من نوجهها يعني المنصوره؟ المنصوره من الشرق. ايوه، هذا يعني بين المنصوره وصيدون؟ نعم بالضبط، تمام. بس مش واضح على الخارطه. ايوه، وادي الصرار هذا. نعم وادي الصرار. كان في قريه وفي ساكنين؟ محطه الترين. بس محطه. انا بعرف محطه الترين. ما بتتذكر انه في بيوت ومساكن؟ لا لا لا، لا يزال الترين بقف فيها، يعني جيت انا بعد 48. طيب من الغرب انتم شو بيحدكم من الغرب؟ من الغرب بتحدنا قريه عاقر. عاقر. نعم. و من الجنوب مدينه الرمله. من الشمال الرملي. نعم من الشمال الرملي. نعم. عاقر شو المسافة بينك وبينها عاقر؟ حوالي يمكن 10 كيلو 9 كيلو. نعم. أبو شوش بعيدة عنكم كم؟ برضه نفس الحاجة. نفس الشيء. لأنه كانت أبو شوش تيجي تقرأ، الطلاب يجي يقرأ عندنا في المدرسة. أبو شوش ومن صدون كانوا يجوا، ومن المنصورة كانوا يجوا عليه، لأنه فيش عندهم مدارس كانت. للصف السابع، إحنا عندنا للصف السابع كان. نعم. طيب الآن بدي أسألك عن الكوبانيات اللي كانت حواليكم، المستوطنات. واحدة. من أنو جهة كانت هاي؟ كانت من الجهة الغربية. غربية. شو اسمها هاي المستوطنة؟ اسمها كنهدار. كنهدار. نعم. كنهدار هاي شو المسافة بينك وبينها؟ حوالي 4 كيلو 3 كيلو. مين كان مختارها؟ بتتذكر مين كان مختارها؟ كنهدار؟ لا يهود. يهودي. مين كان تتذكر؟ ما لا ما بعرف. طيب اذا كنهدار هي المستوطن الوحيد القريب منكم من جهه الغرب الشمالي، يعني من الغرب الشمال. في مستوطن جاي بالجنوب الغربي لكم، هاي قبل بعد المنصوره، قبل المنصوره عفوا، يعني هاي بتيجي بين المنصوره وعاقر. ما بعرف، ما بتتذكر شو اسم هاي المستوطن. ما عرفت عليه. وفي مستوطن قريب من ابو شوشي، هاي جاي شرقكم. جديد هذه؟ ممكن تكون جديدة. لا جديدة هذه، جديدة شفتها. جديد هذا بعد الهجرة. بعد الهجرة صارت. بعد الهجرة، من قبل لا. طيب الآن بدي أسألك عن علاقاتكم الاجتماعية في المستعمرة هاي، مستعمرة كندهار ما قبل النكبة. كيف كانت علاقتكم معهم؟ كانت مليحة. علاقات ودية يعني؟ نعم. كانوا زروك وزروهم؟ نعم. وتبيعوهم ويبيعوكم؟ نعم. حصل مشاكل. ما كانش في مشاكل؟ لا لا لا. وما كانتش العلاقة عدائية بينكم؟ لا لا لا. طيب وكان في تعاون زراعة وتجاري بينكم؟ لا ما في، كل من هو في حاله، يعني هم عندهم كانوا مهتمين في الزهور، يعني في الأزهار. نعم، هذه القرية كلها مشهورة في الأزهار، يعني كانت تسوي بيوت البلاستيك وتحط فيهم الزهور، وإحنا غير زرعتنا غير عن زرعتهم. نعم. لأنهم هم ما لهمش مساحة أرض كانت، يعني ما لهمش أرض كتير، ما إلهم. طب ما كان من العرب حدا يزورهم مثلا؟ بروحهم، كانوا يجوا على الأعراس ويروحوا عليهم يعزمونا عادي عادي، يحضروا الأعراس زينا زي المسيحية احنا وياهم. نعم نعم نعم، بسلام. يعني ما عمروش كان ما في مشاكل، إلا بدأت يعني بدك تقول تقريبا في أول 48 بس. أيوه، لما صار قرار التقسيم 36، ما هو كله من مرة ثانية، ما أنت عارف. نعم نعم. طب الآن أنت شخصيا ما كان لك علاقة مع أحد هم مثلا من الأطفال؟ لا لا، ما كنت تعرف حدا منهم؟ لا بس بتذكر مرة بقينا مروحين المدرسة ومدرستهم هم مروحة طالعة. وين مدرستهم ومدرستكم؟ في نفس المستعمرة. في نفس المستعمرة. بس هم كانوا طالعين برا وإحنا كنا اثنين، وقاموا لحقنا لحقنا، صاروا يقولوا عربيين عربيين لأولاد. وشردنا قدامهم. أنتم مين كنت؟ أنا وكمان ولد اسمه فؤاد معي. فؤاد منين؟ من نفس النعاني. فؤاد ايش اسم والده او عائلته؟ محمد القزعة. اي محمد القزعة. القزعة، محمد القزعة. فؤاد محمد القزعة. نعم. فاحنا يعني هذاك الوقت في العشر سنين عمر، من 10 11 سنة. نعم. قلت ولا فكرك يعني خششونا البلد واحنا ويجروا ورانا، ارجع عليهم. ايوه. رجعنا، اخذنا طوب، ما فيش حجار يعني احنا ما في. اخذنا طوب ولحقناهم. طار همي؟ مدرسة. مدرسة. مدرسة بحالها. ولا 20 ولد يحبونا أكثر. ونلحقهم ونجي اجوا شاردين، ضلينا ندير وراهم نوصل المستعمرة جوا، خشيناهم. بس ما فتوا جوا وراهم؟ لا لا لا، بس يعني كحشناهم تاني. طب المستعمرات كان لها ابواب و لا لا
لا عادي. ما لها باب؟ لا لا. يعني حواجز هيك مثلا او شيء؟ ما في، ما فيش، ما كانش خوف، ما في كان يرفقوه. طب الان بدي اسالك عن الطرق، طرق النعاني، الطرق الداخليه في البلد ايام ما قبل النكبه. هل كان الطرق الموجوده بالنعاني طرق مزفلتي؟ كان في طرق مزفلتي؟ شارع واحد بمر من نص البلد هذا؟ مش زفته، حجر. حجر مرصوفه بالدار. هذا منين بمر؟ من نص البلد؟ يجي من منطقه الرمله. نعم. لدار المختار، بس لدار محمد حسن. ومرصوف بالحجر من الرمله؟ لا، من اول البلد. من اول البلد. مرصوف بالحجر. نعم. ولا بيصل لوين؟ لبيت المختار. لبيت المختار. قديش عرضه هذا الشارع كان؟ 3 متر. 3 متر. طيب المختار مين هو اللي كان عندكم انتم المختار؟ اسمه محمد حسن ابو شويش. محمد حسن ابو شويش. نعم. طيب كان في شوارع اخرى غير هذا الشارع؟ في شوارع وسط البلد، كل الشارع لها ازقاد. ترابيات كلها. كله ازقاد. طيب انتم الطريق الرئيسي اللي بيمر من عندكم بيطلعكم للرمل، وين كان بيجي هذا الشارع الرئيسي؟ بيجي مع سكة الحديد. من انو جهة بالنسبة لكم؟ سكة الحديد الغربية، شق الغربية بتطلع. تمشي سكة الحديد معها الطريق العادية الطرابية. طب انتم لما كنتوا بدك تروحوا على الرملة بالباص او بالسيارة؟ مش بازات، كله بالعربيات، مش ما في بازات ولا في سيارات. ما في؟ طيب كان كله عندنا بكم، كل البلد بكم. لمين هذا البكم كان؟ والله صاحبه موجود لليوم. بعده عايش؟ نعم. من النعاني هذا؟ نعم. ايوه في النزعان. شو اسمه؟ اسمه علي، علي النجار. علي النجار. نعم. اكبر منك هذا؟ اكبر. اكبر. شو في سايق من النعاني، موجود طيب وصحته منيحة؟ منيح. انا اجي في بالي اليوم اجيبه معي. طب ممكن نعمل له زيارة هذا الحج ونعمل معاه مقابلة ايضا. لسه هو اكبر من هذا. اكبر من هذاك. بدك كمان واحد مع الروبرتات؟ طيب على كل حال، اذا انتم شارعكم الرئيسي يعني كنتوا بتتجهوا باتجاه الغرب مش باتجاه الشرق، لانه انتم في شارع رئيسي. لا مش باتجاه الغرب على الرملة. لا غرب البلد ونمشي دغري، مش من اتجاه نمشي الشرق، احنا نمشي جنوب، نمشي شمال. شمال مباشره. نعم. هاي النعاني هان نمشي هيك ثاني على الرملة. لا هذا اذا بدك تروح بالطريق الترابيه. انت ترابيه، ما فيش عندنا اسفلت. ما في، ما في اسفلت مباشره ولا طريق على النعاني اسفلت. ما في. لا قصدي في طريق بينك وبين ابو شوشي. طريق برضو هان. هذا بيجي من صيدون وبيطلع تيصل الرملة. اسفلت ما في. ما في اسفلت. لا اذا بيجي من صدون هذا بيجي بعد، مش بيجيش علينا. هذا بيجي من صدون يا سيدي، بيجي شقة باب الواد، ما بيجي علينا. نعم. فيش اسفلت الا بطلع اسفلت من الرملة، بيجي من القدس، بيجي على الرملة بطلع على عاقر وبطلع على المجدل وغزة. هيك هذا اسفلت رئيسي. يعني لما كنت بدك تروح على القدس انتم مثلا من النعاني؟ نعم. نطلع على الرملة، ومن الرملة الطريق اسفلت عادي نروح على القدس. لازم تروح على الرملة؟ لازم نروح على الرملة. ما في شوارع قريبة لكم حتى تروحوا لها؟ لا الا على الرملة. الا على الرملة. على الاسفلت نوصل اسفلت رئيسي. الا الرملة. الرملة بطلع على اللد وبطلع على يافا وبطلع على القدس هيك. طب سكة الحديد كانت قريبة منكم؟ في نفس البلد، في نص البلد. من النعاني؟ نعم. هلقيت اوريك اياها، معي صورتها. في صورة موجودة. طيب منين كانت تيجي سكة الحديد؟ تيجي هذه من حيفا. من حيفا؟ من حيفا وتيجي على اللد وتيجي على الرملة. يعني من حيفا. و يعني تيجي من جهة الشمال بالنسبة لكم؟ تيجي على الرملة أول شيء؟ تيجي على اللد. على الرملة وبعدين على النعاني؟ على اللد. على اللد. وبعدين الرملة. أيوه. وبعدين على النعاني. وبعدين على شو اسمها هذه اللي بتحلموا؟ على غزة، على الخليل. لا لا لا، تطلع على بتير. تطلع على اللي قلت لك وادي الصرار. أيوه. تيجي على بتير، وبعد بتير بتيجي على القدس. على القدس. نعم. في سكة ثانية بتيجي هذيك كانت تطلع على شقة غزة. أيوه. لأنه سكتين كان يتفرع عن واحدة على غزة. طب كان القطار يمر من نص النعاني؟ نعم. من نص البلد.
من نص البلد. ووقف لنا عند في محطة موجودة في البلد. في محطة. لا يزال موجودة. نعم أنا رحت. يعني رحت قبل 3 سنين أنا في لا يزال موجودة. نعم. طب كنت كان يوقف في البلد تطلعوا معاه؟ نعم. ونزل الطابق لركاب عادي وخطر حرقته اليهود في 48 حرقوه في نفس البلد. رح نحكي عنه هاي نحكي عن هاي القصة. إذا القطار كان يمر من وسط النعاني. نعم. وانتو كان في محطة يقف فيها القطار. نعم. وانتو كنتوا تتنقلوا من خلاله اذا تروح للقدس. نعم. وبرضو بالعودة كان يمر من نفس نفسه. نفس وتروحوا هل كنتوا تضطروا تطلعوا للرملة واللد بالقطار في بعض الاحيان؟ نعم. كثير استنى المحطة اسمها البوسطة الساعة 10. شو اسمها؟ اسمها نقولها بقينا نقولها البوسطة. البوسطة؟ البوسطة الساعة 10. البوسطة الساعة 10. يعني هي الترين يعني اللي يحمل الركاب لأنه بيجي كان يجي شاحنات فراكين اسمه شاحنات تكون بضاعة. أما إن هذه تيجي الساعة 10 الصبح وترجع الساعة 4 العصر. نعم. يعني كل يوم تروح وترجع مرة. الصبح تيجي من القدس وترجع تاني على القدس مرة. أيوة. اسمها شاحنة، هذه اسمها فرقون. اللي هي الفرقين البوسطة الساعة 10 أو نقلة الساعة 10 أو رحلة الساعة 10 أو رحلة. نعم. طيب طبعا هذا القطار كان مسؤول عنه البريطان هذا في ذلك الوقت. طب الباصات اللي كانت تشتغل على الخطوط الخارجية تتذكر أسماء الشركات والشركات الباصات؟ ما بعرف واحدة. شو اسمها؟ شركة بامي. بامي هاي عربية طبعا. نعم عربية. هذه من يافا القدس ومن يافا على من يافا على القدس ومن يافا على غزة. ما كان اتصال اللد والرمل هاي الشركة؟ لا هذيك شركات بطاط عاديات. هو يمر من وسط القدس والرملة. ايوه هو يمر من يافا على الرملة على القدس على القدس الطريق. نعم. شركة بامية يعني. اما اللي كانت تمرق على غزة تيجي لبيت دجل ومن بيت دجل تضل ماشية دغري على غزة. ما تصلش الرملة تاعت غزة. نعم. طب انتوا يعني معظم وسائلكم وسائل التنقل عندكم كانت من خلال القطار او الباص او الدوام. الدوام واكثر شيء كنتوا على العربيات. عربيات الخيل. كان يجر واحد ولا اثنين؟ اثنين حصانين. مش اثنين وشي واحد. اللي عنده وكان ركبه بشلن. يعني بتذكر يعني كان يركبه الركب بشلن. يعني حتى العربيات كانت تاخذ ركاب. تاخذ ركاب بفلوس. للرملة. خاصة يوم الاربعاء كان النسوان. على الرملة يركب البنات او النسوان في العربيات كل واحد تاخذ شلن رايحه وشلن جاي. نعم. طيب الان راح تكلمني عمي ابو غازي عن الحمايل والعشائر اللي سكنوا النعاني. تتذكر اسماء الحمايل اللي موجوده كانت عندكم؟ اعطينا اسماء. عندنا بلدنا فيها مختارين. مختارين. نعم. واحد اسمه محمد حسن ابو شويش. محمد حسن ابو شويش. والثاني محمد حسين الفيومي. محمد حسين الفيومي. طب بس بدي ترفع لي صوتك لانه صوتك شوي منخفض. طيب. حتى يطلع منيح على الكاميرا. طيب هذول اثنين مختارين كانوا ومعترف انهم مختارين. نعم. طب هل البلد كانت مقسومه قسمين حاره غربيه وحاره؟ نعم. شو كانت مقسومه؟ قسمين. حاره ايش وحاره ايش؟ الحاره الشرقيه والحاره الغربيه. محمد حسن ابو شويش على انو حاره؟ على الغربيه شمال الشماليه. ايوه. وهذاك على الشرقيه الجنوبيه. طيب هذول المختارين اللي كانوا موجودين في البلد، طب العائلات اللي كانت تسكن النعاني؟ كانت دار ابو صبع. دار ابو صبع. نعم. ودار رزق. رزق. دار سلامه. نعم. وهذول العائلتين الكبار الفيوم وابو شويش. ودار ابو العابد حسين ابو العابد. نعم. هذول يعني في بيطلع في حوالي 23 عيلة 63 عيلة يعني مش قلال يعني تختار. لا مش كعائلة، أنا بدي كحمائل وعشائر. حمائل وعشائر هذول. هذول موجودين. لأنه أساس النعاني دار سلامة. دار سلامة. هذول خلص يعني أساس النعاني. نعم. طيب إحنا بنعتذر لإخواننا المشاهدين في حال عمنا أبو غازي نسي أي عائلة. عم أبو غازي إذا تذكرت أي عائلة أثناء اللقاء اذكر لي إياها، يعني إذا أجب بالك عائلة ما ذكرتها
احنا ما بنحكي اسر، بنحكي حمولة، عائلات العيلة الكبيرة. نعم. انت من انو عائلة كنت؟ انا من بر ابو عبدوك تابع لابو شويش. تابع لابو شويش؟ نعم. يعني ابو شويش بيتفرع منه افخاد يعني؟ هو احنا مختارنا هو، يعني ما كناش اي حاجة نروح للفيوم، احنا بنروح لابو شويش. ايوة. اللي لابو شويش عند ابو شويش، واللي عند الفيوم عند الفيوم. طب كان في مصار وساكنين في البلد؟ ولا هم عائلة الفيوم؟ هم العيلتين هذول الأساس المصرية. العيلتين أبو شويش والفيومي؟ نعم، أساسهم مصري، لأنه أبو شويش والفيومي اسم مصري. نعم. طب تعرف لي قصتهم كيف سكنوا فلسطين؟ لا، لأنهم هم قبلي. أيوة. يعني أيام حملة الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني من الرملة وقبلة 75% أساس مصري. نعم. من الرمل وجنوب. نعم. هو أنا باعتقادي يعني كثير من العائلات من خلال إنه حملة إبراهيم باشا. أيوة. كله. بعض الجنود. وفلسطين قديش كان عدد سكانها؟ أيوة. 48 يعني. نعم. قديش كان عدد سكان فلسطين؟ نعم نعم. كلها ما فيش، كله يهودي وعربي، ما فيش مليون، ما كانوا كاملين مليون. نعم. إذا دار أبو شويش والفيومي هذول هم أصلاً مصريين. أساسهم مصريين. نعم. ومن الأساس البلد الرسميين. اللي هم دار سلامة. نعم. ودار رزق أساسهم كمان من الروم، روم من أيام الرومان. دار رزق. نعم. من الرومان. نعم. أبو صبع أساسهم. أبو صبع فلاحين رسميين. فلاحين. ودار سلامة هذول رسميين. نعم. طيب. كان في ديوان ودواوين ومضافات في القرية. والله هو بدك تقول المختار والمختار. كان عند المختار. كل واحد عنده ديوان. نعم. يعني أنا بدي أسألك عن المختار أبو شويش، كيف كانت مضافته؟ مضافة كبيرة عادي، اللي بده يروح يسفر عنده. كيف مبنية وكيف مساحتها؟ مساحتها ضارة كبيرة يعني، طبقين كانت. كان في طبقين. طبقين كلها علية. علية. طبقين علية. يعني المضافة كان فيها طبقين. نعم. طيب انا متذكره تمام يعني. والديوان الثاني تبع الفيومي؟ لا ما بروحش عليه. ما رحت عليه؟ لا. ما بتتذكر كيف شكله؟ لا. طب بناء الديوان ابو شويش كان من الحجاره؟ كرميد، احجار وكرميد. نعم. السقف كرميد؟ كله كرميد، اغلب البلد كانت كرميد. الكرميد اللي احنا بنشوفه الان؟ نعم. كانت ايامها الكرميد بقرش ونص، متذكرها. قديش كانت؟ قرش ونص حق الوحده. الوحده؟ يعني كان مكلف العمار. وفي كان اغلبه يعني هالفقرية كله طين يسووه. طب على ايش كانوا ركبوا القرميد وقتها؟ خشب. يعملوا خشب ونجارين يعني وكذا. يعني كان بناء حديث. حديث؟ حديث يعني بناء مطور يعني. انا خلقت وفي الكرميد يعني، وعيت على الدنيا وعندنا دار كرميد احنا. طب الجدران من ايش كانوا يبنوها؟ طين وحجار. طين وحجار؟ ما في عندنا بناء حجر. كان في اللي يعني قبل ما طلعنا في 48 كان ضريب 13 اسلاف وجدان. عند المحطة سكت الحديد، يم قبال سكت الحديد. نعم. طب السقف الداخل للبيت كيف كان يكون يعني؟ نظام طين ولا مسطح ولا اقواس؟ لا، نسويه بالخشب. بالخشب. تحت الكرميد خشب يكون. ويكون مبين القرميد من داخل الغرفة؟ لا. ما يبين القرميد؟ لا. مسكر بخشب. مسكر بخشب. والكرميد فوق. وما كانت ينفذ منه الشتاء مثلا المطر. لا. نعم. والمضافة هيك كانت بالطريقة هاي؟ نعم. وكان في شبابيك وأبواب؟ الشبابيك حتى غير عن اليوم. كيف كانت الشبابيك؟ طول مترين ونص كان. والبنى كان 3 متر فوق أعلى من اليوم. أيوه. عشان يجيب براد، بلادنا حامية من تبان. نعم نعم نعم. طب كان في ناطور للمضافة تبعت أبو شويش؟ لا. ما كانش فيها بوابة كبيرة كانت تسكر على كل الدار. لا، ناطور للمضافة يقعد فيها يخدم و هذا في أثناء النهار اللي عنده. مين هو اللي عنده كان؟ يعني. أما في عنده شخص؟ نعم. نعم. لأنه ما بتفضل المضافة بالمرة. نعم. طب بدي أسألك عن النعاني عم أبو غازي، هل كان في هناك شيء مميز في البلد مثلا؟ ساحة كبيرة، شجرة كبيرة بيجلسوا عندها الشباب أو النساء أو الأطفال شو اللي كان مميز عندكم في البلد؟ كيف؟ شو اللي كان مميز عندكم إشي يعني؟ كان إحنا عندنا أكثر إشي مميز كانت سدرة كبيرة اسمها سدرة السلامة. سدرة السلامة؟ سلامة. سلامة. هذه لدار جماعة يعني
من البلد دار سلامة. نعم. نسميها باسمهم ستة. نعم. كبيرة هذه. آه. وبعدين كان إصدر نقول إصدر الثلاث. إصدر الثلاث سدر. هذا دوم عرفت السدر؟ آه ثلاث شجرات كانوا. ثلاث شجرات نقول سدرات الثلاثة. وين موجودات البلد كانوا؟ غربية البلد. آه. نفس البلد. آه في نص البلد برضه. من الجهة الغربية. من الجهة الغربية. نعم. وكان الصدر كتير كمان عند المدرسة، المدرسة في المنطقة الغربية من البلد. شجرة إيش؟ شجر. آه. كبير عالي. آه. شو اسمها الشجرة هاي؟ كينا. شجر كينا. آه. آه. كلبته نقول إحنا كلبته. وكانت هذه عند المحطة تاعت الترين. آه. والكل يروح هناك والمدرسة موجودة في جنب المحطة مدرسة النعاني. نعم. آه. فكان يطلع عن النسوان او البنات او الوحوش او متى كلهم قاعدين هناك العصر العصر نقعد هناك او يزفوا العريس اذا بدهم يزفوا العريس يزفوا من هناك ويروحوا على الدار. ايوه. طيب كان في معالم تاريخيه عندكم في البلد مثلا اثار رومانيه اثار اسلاميه اثار بيزنطيه؟ لا 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 ما في. ما بتتذكر في اثار او خرب قريبه من البلد؟ لا لا ما في. ما فيش اثار ولا حتى يعني جزء من الاثار بعض الاعمده بعض الاشياء؟ لا لا ما كانش في اثار. لا ما في. لا طيب كان البير بس. ايه راح نتكلم عن البير احنا لما نوصل لموضوع المياه. الان راح اسالك عن المدارس، عن الحاله التعليميه في البلد. نعم. كان عندكم مدرسه في البلد؟ اه كان. وين كانت موجوده في البلد؟ عند محطه سكه الحديد عند المحطه. عند المحطه المنطقه الغربيه. كان مدرسة واحدة فقط في البلد؟ مدرسة نعم. للذكور وللبنات ولا؟ لا ما كان يدرس البنات. لا البنات ما كانوا يدرسوا؟ ما كان يدرسوا نعم. اه طيب بس للأولاد. هاي المدرسة درست فيها أنت؟ للصف الخامس ابتدائي. للخامس ابتدائي؟ نعم قريت في الصف الخامس شهرين. طيب تعطينا وصف لهذه المدرسة أول شيء لبنائها وعدد غرفها وساحاتها؟ غرفها سبع غرف للطلاب. ايوه. للصف السابع مبنية من بنى حجر رسمي. نعم. مبلط وبلاط وقدامها شجر عالي كبير. نعم. نعم. إذا هي من سبع غرف تتكون. نعم. سبع سفور. سبع سفور. صف غرفة. والإدارة. طبعاً غير الإدارة وهذه وغيرهم يعني. غير الإدارة وغرفة المعلمين. مياههم ومياه غيرها. آه. نعم. طب في مياه للشرب وحمامات كان فيها؟ نعم في مياه شرب وحمامات. آه. وساحة مصورة مثلاً هل كان ساحة مصورة؟ لا. لا. شيك بس محطوط عليها. شيك. طيب مديرها منين كان مديرها؟ الأستاذ عدنان من بيت دجل. الأستاذ عدنان من بيت دجل. نعم. هذا كان مدير المدرسة. نعم. وفي واحد اسمه الأستاذ إبراهيم من المزيرعة والأستاذ طلعت هذول من المزيرعة. هذول المعلمين طبعا. نعم. والأستاذ الدين اسمه محمد الشيخ محمد من عنابة. هذا الشيخ الدين. نعم. لأنه كان عندنا دين موجود. أيوة. زي اليوم. أنا تقريبا خلصت القرآن أنا حاضر. يعني تعليمي الدين عامة وتبارك هذا أخذت الغيب. نعم. لحقنا الغيب. طيب طلاب المدرسة كلهم من النعاني ولا كان يجيكم من قرى أخرى؟ كان يجي من أبو شوشة ويجي من المنصورة علينا. من أبو شوشة ومن المنصورة؟ نعم. نعم. وفي ثلاثة أربعة من صيدون كمان. من صيدون؟ نعم. طيب المدرسة كانت لمين تابعة هي؟ لحكومة. إدارة المعارف في إدارة الوقت؟ نعم. المعارف. نعم. طيب كنت تدفع أقساط سنوية عم أبو غازي؟ ما كان رمزي سبع قروش كنا في الشهر ندفع. في الشهر سبع قروش؟ سبعة نعم. وتمويلها كان من الحكومة حكومة الامتداد. طب كان يصير في طابور صباحي عندكم ولا نعم. ما؟ وفي نشيد علام وفي نعم يا عالمي يا عالمي موطني موطني ولحن الخلود هذا كنا ننشدهم ونحن الشباب لنا الغد. طب حافظ إشي منهم هذول؟ والله عالم يعني تكلم. يعني بدنا واحد من هذول الأناشيد تحكي لنا إياها الآن وتنشدها نشيد كامل. بقدر شوي. نحن الشباب لنا الغد ومجده المخلد ونحن الشباب نحن الشباب هاي اللي بتذكر. والثاني والثاني موطني 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 نسيت والله. طب كان في علم يرفع؟ علم فلسطين موجود. كان علم فلسطين يرفع؟ موجود. نعم. وصير اذا عم يا علمي يا علم كنا ننشد للعلم. نعم. طيب المواد اللي كنت تدرسها انت في المدرسه تتذكر هالمواد؟
كنا ناخذ تاريخ وجغرافيا وحساب وعربي وانجليزي. انا خاتم ريدر 1 ريدر 2 ريدر 3 في البلاد. يا ما شاء الله. يعني عارف ان جدول الضرب كنا ناخذ صف الثاني ابتدائي. طيب اذا هاي المواد اللي انت كنت تدرسوها، طيب المدرسه كان فيها لاي صف فيها تقريبا؟ سابع. للصف السابع. سابع تقريبا يطلع معلم الواحد. معلم. طيب اللي كان يكمل تعليمه بعد السابع وين كان يروح عندكم في البلد؟ كان يروح على يافا او يروح على حيفا او على المناطق المدنيه يعني. يدرس في المدن. طيب اللي فيها معارف كانت الرمله فيها معارف. فيها؟ فيها المعارف، فيها مدرسه المعارف اسمها ومدرسه الجمعيه. هذا المدرستين كان في الرملة نتذكرهم تمام يعني. طيب تتذكر من زملائك اللي درسوا معك؟ في النعاني ولا في الرملة؟ في درست كمان في الرملة في النعاني. في الرملة قديش درست؟ درست سنتين. بعد الخامس؟ قبل الخامس. قبل الخامس. طيب ليش ما ليش رحت للرملة ما رحتش يعني شو درست بالرملة؟ أي صف وأي صف؟ البستان في الرملة. بستان؟ كان في بستان وفي روضات؟ بستان وتمهيدي كمان. تمهيدي. يعني هل سكنت الرملة أنت فترة؟ لا. احنا كنا في البيير برضو واطلع بدل ما اروح على النعاني اروح على الرمل. معناه انتم كنتوا في البيارات اللي بين الرمل والنعاني؟ نعم. والرمل كانت اقرب لك؟ نعم اقرب، لاني اصلح واروح عند اهلي. وبعدين لما بنبعد اضل في النعاني. طب يعني البيير قصدك البيارات يعني؟ البيارات. وكان في لكم بيت فين البيارات؟ كل بياره فيها بيت. بيت شعر ولا بيوت مبنيه؟ بيوت عادي. والدك كان ساكن؟ مراكيات ومراكيات. ابوي كان بيار مليح وكان يفهم ميكانيكي مليح كمان. طب كان لكم بيت في النعاني بنفس الوقت؟ بيتنا كان غرفه تنتين ثلاث غرف. هذا اللي في النعاني؟ نعم. طيب اذا انت درست البستان. ستي ام ابوي كانت عايشه في النعاني وابوي كان يطلع على البياره يشتغل في البياره واحنا لما هذا نضل عند ستي في البياره في النعاني. كانت ستي دايت البلد كلها. دايت البلد كلها. شو اسمها ستك؟ ستي اسمها هيجر. هيجر هي دايت النعاني كلها. نعم. طب انت شو اللي درسته في الرملة؟ التمهيدي والبستان؟ البستان واول. واول. طب شو المدرسة اللي درست فيها كانت؟ الجمعية اسمها. مدرسة الجمعية. فقط الجمعية. ما لها اسم اخر؟ جمعية لا. كذا؟ لا مدرسة الجمعية اسمها مدرسة المعارف تنتين كان في الرملة. طب هاي مين كان مسؤول عنها اللي انت درست فيها الجمعية؟ مديرها كان لها مدير؟ كان مدير اسمه سيدي الاستاذ نمر. مدير الاستاذ نمر. استاذ نمر. نمر. معلمين ذاكر منهم معلمين؟ المعلمين كنت صغير انت ايامها؟ نعم كنت صغير يعني. صغير. لان انا لحقت كمان قريت قبل المدرسه، قريت يمكن عمري خمس سنين ست سنين قريت عند العرب يعني لحقت الارض الكتاب يعني. كراسي. ايوه. هذا وين؟ هذا في عرب السطريه قريت. في عرب السطريه. يعني شيخي قرينا. شيخ هيك عادي. يعني مش مدرسه رسميه، نروح هيك ونقعد على الارض ونقعد هيك كمان. انا لما اخذت منك حدود القريه عم ابو غازي حدود النعان من جهه الشمال ذكرت لي انه الرمله مباشره. طب شو كان في بينك وبين الرمله؟ ما كانش في عربان؟ فيش الا عرب السطريه. عرب السطريه. هذول بتيجي بين الرمله وبين عاقر من الغرب تقريبا. الجنوب. طيب عرب السطريه بتتذكر هن سبع عربان موجودين كانوا؟ بس هم حسب فلاحين يعني مش بيوت شعر. مش بيوت، كانوا بانيين. بانيين. تتذكر اسماء الحمايل اللي كانت؟ في عرب ايش كان فيه؟ عرب ايش؟ يعني السطريه منهم؟ دار حمدان. حمدان وابو صيام. وابو صيام نعم. دار حديدي والله نسيت. نسيت. ابو عطيه. دار ابو عطيه. دار ابو عطيه نعم. كان في تل البطيخ اخرى هذا؟ هو عرب السطريه. وين كان موجود تل البطيخ؟ هم عرب السطريه اسمه تل البطيخ. تل البطيخ. قديش بعيد عنكم تل البطيخ؟ 3 كيلو 4 كيلو. من جهة الشمال ولا الغرب؟ قبال قبال الكوبانية. هذه كوبانية كنظار بالضبط قبال. أيوه. طيب نرجع لمدرستك في النعاني اللي درست فيها للصف الخامس. بتتذكر من الزملاء اللي درسوا معك في هاي المدرسة؟
مين معك من الزملاء اللي درسوا؟ معي محمد، معي إبراهيم محمد حسن ابن المختار. نعم، ابن المختار أبو شويش. نعم نعم. ومحمود، محمود محمد حسن. نعم، هذول بصفة. هذول وبعدين موسى محمد إبراهيم شطر. موسى محمد إبراهيم. هاي جاري لا يدعم هايها جاري ها. بعده ما موجود. موجود. هذا أنا وياك صف واحد. اللهم صل على سيدنا محمد ومحمد وحسن محمد عبد الفتاح. نعم. وجميل محمد القزعة. ويوسف محمد أبو عطية. هذا من السطرية؟ هذول من المدرسة من عندي. يعني عرب السطرية كانوا يدرسوا عندكم في النعاني أيضا؟ لا. لا. وين كانوا يدرسوا؟ عندهم كتاب هم. عندهم كتاب. يقول لك كتاب. أيوه أيوه أيوه. نعم. طيب أنت بتتواصل مع من اللي درسوا معك لغاية الآن من أصدقائك اللي درسوا معك؟ كم واحد موجود الآن؟ في موجود فيه. مين منهم الآن موجود من اللي أنت ذكرته هذا اللي؟ هذا جاري أيوه. شو اسمه؟ أيضاً. موسى محمد إبراهيم موجود. موسى محمد إبراهيم. والثاني؟ والثاني هذا لك في الوحدة السكنية. شو اسمهم؟ اسمه محمد يوسف محمد حسين. أيوة. يوسف محمد حسين وحسن محمد حسن محمد عبد الفتاح. اللهم صل على سيدنا محمد وجميل محمد الجزعة. نعم. موجودين هذول. طيب البنات ما درسوا ما كان لهم وجود لا في الدراسة لا أبدا لا هاي عيلتي حتى عمية لليوم أمية لغاية الآن ما حاولت تدرسها مع أمية ما كان ما كانت فيش مدارس يعني هي لحقت لأنه هي طلعت من 7 سنين تقريبا 8 سنين وما فيش مدارس نعم حدش كان يدرس بنات وعيب عندنا عيب كان يدرس نعم طيب الآن راح نتكلم عن المسجد عمي أبو غازي وين مسجدكم كان في البلد؟ عسكة الحديد عسكة الحديد نعم من بلد وغربة بلد وغربة كان اثنين واحد برضو تابع لأبو شويش وواحد تابع للفيوم يعني كان في مسجدين؟ نعم طيب كيف كانت العلاقة بين العائلتين أبو شويش والفيوم؟ الحين عاديين بس كل من هو يعني عارف اللي إله يعني لما يجي هذا بده يمضي ختم ولا يسوي شكوى أو اللي هو كل من هو عارف مختاره ما كان في مشاكل؟ لا لا ما في مشاكل طيب مسجدكم اللي كان أبو شويش اللي كان غرب السكة هم وين كان مسجدهم؟ هم شرق البلد شرق البلد واحنا غرب البلد ايوه انتم بطرف البلد من الجهة الغربية؟ في وراء بيوت هذا المسجد ولا هو على الحد جاي؟ لا في نص البلد في وسط البلد في وسط البلد وسط البلد الغربية طبعا ايوه طب هذا المسجد كان كبير ولا صغير؟ والله كبير فوق 200 واحد كبير نعم كان يعني لما يموت ميت ولا حاجة العزاء دائما يكون فيه يعني معزي الروح نقعد فيه ونودي الاكل فيه لما بموت ميت من المقبره بنروح على الجامع راسا تيجي اهل البلد كلها تجيب الاكل وبتيجي للميت للي دفن الميت وراوح والعزاء بكون فيه طب مين امامه كان مسجدكم؟ كان والمؤذن. محمد الشيخ محمد ابو لدوع ابو ابو لدوع لدوع كان عاجز نعم. نعم هذا الإمام نعم والمؤذن المؤذن كان محمد أيوه كان يؤذن أظن مات الله يرحمه كان محمد سلامة محمد سلامة نعم كان في كهرباء المسجد؟ لا أذان وين كان يؤذن هو في ميدانة في ميدانة ميدانة عادي مات بدون سماعة يطلع الميدانة؟ نعم وقبي كان له قبي المسجد ولا بس ميدانة؟ لا 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 بس الميدانة بس الميدانة أو بيت كرميد يعني كان نعم كان هذا الحمام المسجد كان فيه حمام ومكان الوضوء نعم كان فيه مكان الوضوء وايضا انت ذكرت في البدايه انه كان عندكم مقام النعاني اللي هو مقام محمد النعاني طب هذا المقام شو كان بالنسبه لاهل البلد كانوا يزوروا اهل البلد هو في وسط البلد كل المقبره اللي هو انت بتشوف كل يوم خميس كان كل النسوان يروحون على المقبره المقبره في وسط المقبره يعني المعروف مبين مشهور قبر كبير عالي
كانوا يروحوا عليه يتباركوا فيه وكذا. قصدي كانوا يصلوا يتباركوا فيه بكر الفاتحة، كانوا يضوا شموع أو بخور أو أي شيء من هذا القبيل؟ لا لا لا، ما كان. أهل البلد كانوا حافظوا عليه هذا المقام؟ دائما نضيف، دائما نضيف. ما كانش في مقامات غيره هذا المقام؟ لا لا. طب زوايا وتكايا داخل البلد، عارف شو الزاوية أنت؟ زاوية؟ الزاوية مكان أو غرفة بتعبدوا فيها وبدروشوا فيها، هل لا. كان في زوايا عندكم في البلد؟ لا لا، ما كانش في زوايا، بس الجامع، بس الجامع. طيب كانوا يدقوا عدوا العدة عندكم في البلد؟ كانوا يدقوا العدة. شو المناسبات اللي كانوا يدقوا فيها العدة؟ كله لا، عيد المولد النبوي هذول كانوا يدقوا. نعم. تتذكر المسؤول عن دق العدة الشخص؟ لا. كانوا يطوفوا بالشوارع لما يدقوا العدة؟ يفروا ديال البلد. شو يستخدموا؟ شو الآلات اللي معهم كانت تكون؟ انا هذول اللي ايوه ويرفعوا اعلام؟ كان شو لون البيارق اللي كانوا يرفعوها؟ كان اغلبها الخضر، اغلبها الخضر. نعم. وزي الرملة واللي مكان كل بلد، كل منطقة لها اعلام، كانت كل سنة الرملة واللد لها اعلام. نعم. سبع مدن. نعم. غزة لها اعلام، الخليل لها اعلام، يافا لها اعلام، القدس لها اعلام، الرملة لها اعلام. نعم. الفلاقن كان في الرملة ولد موسم اسمه النبي صالح كان. طيب كان الان راح نتكلم عن الوضع الصحي عمي ابو غازي. في حاله المرض انتم وين كنتوا تتعالجوا في البلد الان؟ على الرملة مباشره. ما فيش عياده صحيه. ما فيش عياده صحيه في البلد؟ لا. ولا كنتوا تضطروا تروحوا للكوبانيات او الكوبانية هاي الكندهار؟ لا كانت يعني بدك تقول تقريبا ولد هيك ولد هيك كانوا يجوا لستهم جاي. كيف كوين بقت تكوينها؟ يعني كل بلدنا مكوية منهم. منين؟ مين اللي كانت تكويهم؟ كانت ستي حياتها أبوي. اللي هي الداية؟ الهيجر؟ أيوه. بالكوي كان كل شغلها؟ أكثر حاجة الكوي. يعني أي مرض تكوي؟ أول مرة اللي بدها تحبل تسوي لها مضاعف كيف معها؟ يعني تكوي لها النسوان والولاد لما يخاف أو اللي هو يجوا لها. هي كانت يعني معروفة في البلد كله. نعم. طيب يعني في بعض الاحيان ما كنتوش تضطروا تتصلوا المستعمر او الكوبانيه للعلاج؟ لا لا. ما كانش فيها عياده؟ المستعمر كانت 18 بيت التانية مش كثيره يعني. ما كانش عندهم عياده؟ ما لا ما كان عندهم عياده. هم يروحوا لتل ابيب وما تل ابيب والمناطق. اذا زيارتكم فقط كانت للرمله؟ كل شيء للرمله. الرمله كان فيها عياده ولا مستشفى اللي كنتوا تروحوا عليها؟ في عيادات. لا المستشفى كان فيها. فيها امام الرمله ما كان فيها؟ لا لا. العيادات لمين كانت تابعة؟ عيادات خاصة ولا للحكومة؟ اللي في دكاترة وفي عيادات حكومية. نعم. كنت تروح على العربيات طبعا على الرملة انتم للعلاج؟ يا الخير يا الخير. عمير مالبغالب اللي نسمع. طب كان عندكم جبارة مثلا في البلد حدا يجبر؟ كان يجبر. مين اللي كان مشهور في الجبارة عندكم؟ واحد شيخ كبير والله ما بتعرف اسمه. الطهور مين كان طهر في البلد؟ يجينا من الرملة. شو اسمه تتذكروا اللي طهر؟ لا الطهور كنا عندنا في البلد كان يسووا له زي العرس أكثر من عرس كمان. طيب والداية ذكرت لي اللي هي ستك هيجر اللي كانت موجودة في البلد. نعم. طب علاج بالأعشاب ما كان موجود عندكم مثلا في البلد؟ بقينا كانوا يستخدموا الأعشاب؟ هذا دائما بقينا نغلي البابونج والمرمية وال الكينة هذه كمان ورق الكينة نغليه ونشربه. نعم. ورجل الحمامة ما بعرف كيف كان استخدامه. وخرج العين وتوجعه. طيب الآن راح نتكلم عن المياه عمي أبو غازي. بلدكم هل كانت مربوطة بشبكة مياه؟ لا ما كانش في عندكم حنفيات. على إيش كنتوا تعتمدوا؟ منين كنتوا تجيبوا ميتكم؟ كيف كنتوا تخزنوها في البيوت؟ ما فيش تخزين، إجرار كله. إجرار كله. وين مصدركم الوحيد كان انتو او المصادر اللي بير الميه؟ وين موجود البير؟ جنوب البلد. بعيد عن البلد؟ لا تقريبا يعني 200 متر عن اخر البلد. كل اهل البلد ياخذوا من هذا البير؟ كل اهل البلد. يعني ما كان لشخص معين؟ لا. والحارتين كانوا ياخذوا منه؟ كله نعبي مع بعض. وهذا البير يعني نبع على مدار العام قوي ميته؟ نعم.
والحلال منين يؤخذ ايضا؟ برضه من الهن برك. الهن برك يعني الميه الزياده تكب على البركه، واللي بده ياخذ ميه في ميه حلوه للهاد، والهاد على البرك. نعم. يجوا من السبع ويجوا هذا الرعيات كل من البير يورد عنده. طب مين بالعادي اللي كان يروح يجيب الماء، الرجال ولا النساء؟ لا النسوان. الزلام اللي يجيبوا الماء. على رؤوسهم ولا على الحمير او على ال فيش؟ لا كلهم على رؤوسهم. كلهم على رؤوسهم. نعم. طب والوادي اللي ذكرت لي اياه انت هذا؟ هذا بعيد عنه. ما كان يروح ياخذوا منه؟ كان يروح يغرس، لان اذا بدنا نروح يغرس بنروح عند كان محل يغرس. في نسوان يروح يغرس عليه. اللي هو وادي شو اسمه؟ وادي اللكعة. وادي اللكعة نعم. وكانت مياهه طبعا للشرب ايضا. طب الحلال كان يرد هذا الوادي لما يكونوا يرعوه مثلا؟ هذول اللي بيجوا من المناطق البعيدة عنا ما يصيروش في البلد. ما هو عندك يعني لما بتكون حصيدة أو معصيدة بيد الحلال وما على البلد بيشرب من البير البلد، واللي بعيد هو يشرب من الواد المية ماكلة يعني. طيب ما كانش عين غير هذا البير اللي كان موجود؟ لا لا مش إلا هي. لا يزال موجود. لا زال موجود. لا يزال. نعم. وبعده شغال وفي مي؟ نعم لا يزال مستخدمات اللي هو. مركبين عليه مطورات بجوز ولا؟ مطورات وبزرع عليه. كله ركشات عليه موجود. طب ابار اخرى او عيون اخرى في البلد ما كان؟ لا بس هو. بس هو. طب ابار لتجميع المياه لم؟ صورته موجوده عندي. صوره البير موجوده عندي هان. طب رح ناخذ لها صوره. ابار ارتوازيه مثلا تحفروها ما كان في؟ لا ما في. طب ابار لتجميع المياه الامطار في البيوت؟ لا 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 ولا براك؟ ولا بلد ولا براك. لا تعرف البراك؟ البراك كبيره. عارف ما في على اساس يجمعوا فيها مياه الامطار؟ لا ما في. هذا لكن كانوا يسوون في جبال بس احنا عندنا لا. نعم. طب الاناره عندكم كيف كانت الاناره؟ كلها ضوء يسر يسر جاز ممكن اربعه. ويعتمدوا على ايش كانوا؟ على الكاز. على الكاز. اللوكس كنتوا تستخدموه؟ الشمبر؟ لا ما كان الشمبر. لا لا لا. اذا السراج او السراج نمره اربعه. نمره اربعه. هاي الاشياء اللي كنتوا تستخدموها. طب الكاز منين كنتوا تحصلوه انتم؟ يجي واحد من الرملة يبيع على العربية خير؟ على العربية ويشتروا الناس. طب الدكاكين اللي كانت في البلد ما كانت في كاز؟ مش كلهم. كان بيطلع اربع خمس دكاكين في البلد. ما كانوش يستعملوا هذاك المهم اللي ياخذ يشتري نص تنكه واللي قديش كانت التنكه ايام. تقعد السنه كلها عنده؟ ما هو يعني كل طبيخنا واكلنا وشربنا كله على الحطب والطوابين. على الطوابين؟ ما في يعني. طب بابور الكاز ما كنتوا تستخدموه؟ كانوا يستخدموه بس قليل الناس كله على الحطب. اكثر على الحطب؟ على الحطب وعلى الطابون. الطابون نخبز له ونشرب ناكل منه. ايوه يعني نطبخ بالطابون ونساوي الخبز على الطابون كل الطابون لانه على مدار الساعه يكون شغال على الزبر كان هذا مش على الحطب. يعني يقعد سنه تنتين ثلاثه وهو دائما مولع سنين يقعد مولع ما يطفي. لا نحط زبل الصبح ونحط زبل المغرب. تنك الصبح وتنك المغرب يضل طول الليل شغال. زبل ناشف. زبل ناشف ويبقى مدخن. اسمه طابون. طب انتوا لما تطبخوا بطنجره وين كنتوا تحطوه؟ على ظهر الطابون من فوق؟ جوا ونسكر عليه. يعني تحط الكرشه تصبح على الطابون. ايوه. طيب بدي اسالك عن الدكاكين اللي كانت موجوده. انا بعرف دكانه واحده للحاج ابراهيم ابو شرار انضرب شرار. وين كانت؟ في الحاره اللي حارتكم؟ حارته بالضبط. وين كانت موجوده هي بالضبط؟ في بيته يعني؟ لا بعيد عنه والله شوي. كانت بيننا وبين دار المختار يعني المنطقه الشرقيه الجنوبيه. والدكاكين الاخرى ما بتتذكر اسماء اصحابها؟ لا ما كناش الا اخذ من هذا من عند هذا الزلمه. يعني بقينا ايام نشتري بالقمح ونشتري بالذره والشعير والبيض. يبيعكم يعني مقايضه؟ سلعه بسلعه. خلاص نقول له هذه تعطينا اشتري حاجه تقول على البطاقيه وروح نجيب. ايوه. طب كان يدين على الدفتر؟ ومتى يحاسبكم على الموسم على الحصاد؟ بقينا نحلق كمان نحن. انا يعني ابوها لعائلتي كان حلاق في البلد من السنه للسنه اللي كل واحد مسحه. يعني المسحه ظني خمس صرقال يا بعرف ايش مد قمح يعني ولا صاع؟ صاع. صاع قمح 10 كيلو يعني؟ يمكن يكشف. يعني كان يحلق للناس بدون فلو على الموسم؟ على الموسم. يم اخر الموسم يم القمح ينفرض عليهم يلم كل اللي له ويروح. ياخذ مقاوله؟
كانوا حلاقين يجوا من برا البلد؟ لا ما كانش حلاقين يجوا. لا بس ابوها لا يعني عمي ابو مرتي هو كان حلاق. طيب المقاهي كانت موجودة عندكم؟ القهوة هل كان في قهوة في البلد؟ واحدة. وين كانت؟ بحارتكم ولا بحارتهم؟ لا بحارتنا احنا في المنطقة الشرقية الغربية. لمين كانت هاي المقهى؟ لمين كان هذا المقهى؟ كانت اسمها الجمعية نقولها جمعية. مقهى الجمعية. اه. يعني مجموعة أشخاص مشتركين فيها؟ يعني هذه البنات بس في 46 سنة 46 بس. شو كان يقدم فيها وشو كانوا يمارسوا فيها الناس نشاطات؟ فيها كيكاو وقهوة وشاي. ويلعبوا الشد فيها كانوا؟ كانوا يلعبوا وكان فيها راديو؟ فيها راديو. يعني كل البلد ما كانش فيها الا فيها هي وعند المخاتير اثنين. بس. لما نسمع الأخبار تلاقي كل البلد هاي اللي عندهم تسمع. طب شو المحطات اللي كنت تسمعها أنت إذا أنت رحت هناك؟ أنا ما كنتش أسمع. إحنا ما كناش دايرين لسه هيك نفهم السياسة وما السياسة أنت فاهم. أيوه. طيب ملاحم كان لحامين عندكم في البلد؟ واحد. مين هو اللحام؟ محمد خليل. محمد خليل. وين ملحمته كانت هذا؟ عندكم في الحارة المغربية؟ ولا مش ملحمة، كان يعلقوا بها على الشجر على السدرة. ايوه. ولما يذبحوا جمل يذبحوا بقرة ينادوا، يعني مش دائما اللحمة موجودة. مش دائما. ينادوا في البلد انه هاي انذبحت جمل، انذبحها بقرة، انذبحها، ويروحوا يعني. والناس يشتروا فلوس ولا برضه بقمح؟ لا لا بفلوس. بفلوس من بس أيوة. يعني نادر، يعني نادر لما ينذبح. الكل عنده جهاز وعنده حمام، كله عايشين على هيك. أنا لليوم هي الحمام عندي ورا مبني هي بالضبط. ما زال عندك حمام؟ لا يزال. كم جوز حمام عندك؟ لقيت عندي حوالي 35 40 جوز. ما شاء الله. وبيطلعوا بطشوا وبيرجعوا؟ لا 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 مش فلتهم لا. انا جبتهم امبارح من الازرق، امبارح جبتهم. ايوه ايوه. قلت مش قلت لك انا في الازرق؟ ايوه لك مزرعه في الازرق يعني. مزرعة ايش اللي الموجودة غير؟ زيتون وعنب. ايوه. طب لما كانوا يذبحوا اللحمة اللي تزيد ما كانوا في طرق لتخزينها عندكم في البلد؟ ولا كانوا يبيعوا؟ في. كيف كانوا يخزنوا اللحمة عندكم؟ كنا مثلا اللي بده يشتري هيك لما يذبح هم ما يخزنوش، هذول بده اللي يذبح بده ينباع تقريبا في نفس اليوم. نعم. يا ثاني يوم. بس احنا كنا لما نسوي خرفان نذبح خرفان ويربي الواحد خروف وبده يخليه، كنا كله نكسره مع بعض البعض. نقطعه شقق شقق ونغليه ونحط ملح كثير عليه ويظل من السنه للسنه عندنا، من الست اشهر لست اشهر. اللحم؟ يعني ينغلى؟ ينغلى كله مع بعضه، ما ينحطش ميه عليه ولا نتفي. ولا نتفي؟ ولا نتفي ميه، دهنه ليته ستوي. على ميته يعني؟ وظل ملح كثير عليه ويظل نحطه في جرار او بور ويضل شهر شهرين ثلاثة، كل ما يخلص بذبح ذبيحة ويحط سويها. ما يعني كان اسمه نقوله هميت، يعني دائما اللحمة موجودة هميت. ما يخرب؟ لا ولا يدود ولا شيء ولا حاجة. لا يعني يكون مذبل تذبيل وملح، فيش مستوي عادي بالسفوي. حوس عادي بنحمره تحمير، يعني يتحمر عادي اللي يستوي في اللية تبعته. وبعدين ينضر ويصير كله دهن ولحمة ويضل. وقد ما بدك شهرين ثلاثة أربعة كل وقت موجود اللحم. أيوة. ما فيش كل البلد فيش ثلاجات وفيش كهرباء عندنا ما كان. طب أفران كان في أفران في البلد؟ كان فرن واحد بس أغلب الناس كلها طاولين عندها. وين هذا الفرن كان موجود؟ كان برضه في منطقتنا احنا. شو اسمه؟ اسمه فرن الحجة طاعة. قطاعة؟ الحجة طاعة. حجة طاعة؟ هذا واحد ولا واحدة؟ واحد. واحدة. واحد هي صاحبته. الحجة طاعة. كيف كان شكله هذا الفرن؟ عادي زي هذول. على ايش كان يشتغل؟ على الحطب ولا على الديزل؟ على الحطب. فيش ديزل لا. والناس يخبزوا عندها يعني كانوا مرات؟ كانوا يخبزوا. شو يخبزوا؟ اللي ما عندوش طابون يخبز. شو تاخذ منهم كانت؟ شهري؟ ما بعرف ما بعرف. لانه احنا عندنا طابون ما بعرف. يعني يكونوا عاجلين العجنه وحاطين العفرش وودينهم عروسهم. نعم. على هذا الفرن. ايوه. طب انتم خبزكم بالعاده كان كله طحين قمح؟ قمح. كنت تشتروا شراء القمح ولا من محصولكم؟ كل من هو اللي عنده أرض عنده، واللي ما عندهوش كان قمح وذره يخلط. قمح وذره يعني اللي حالته فقيرة يخلط قمح وذره. أنا بتذكر جماعة كانوا يخلطوا القمح مع البطاطا. القمح؟ مو البطاطا عجين. أيوة يعني لكن أكل زيك تمام.
طيب بالذرة ما كنت تعمل خبز؟ مش بقول لك الذرة. شو كان اسم الخبز تبع الذرة؟ الذرة لحالها؟ كراديش بقى. كراديش. كان يخلطوا ذرة وقمح. وطحين يعني طحين قمح وطحين هذا. اللي ما عنده ما هو ما عندوش يعني هذا يشتري قمح وذرة والناس ما عايشة يعني اللي ما عندوش يروح يصيف يطلع مدة السنة كلها. حدش كان يشتري تقريبا. نعم. ما في. نعم. طيب. كانت بخير من زي اليوم. الخياطين أقمشة مثلاً؟ لا ما في. وين كنتوا تخيطوا؟ في الرملة. في الرملة. وحتى القماش من الرملة تشتروه؟ ما فيش مين بدي يخيط. ولا خياطة كان في البلد؟ خياط لا. خياطين لا ما في. ما فيش ولا خياطات؟ خياطات واحدة. مين هي اللي كانت خياطة؟ واحدة اسمها عزيزة المدنية. عزيزة المدنية؟ من يافا هذه أساسا. وساكنة عندكم؟ أخذها واحد من البلد وتجوزها وكانت خياطة. تخيط في بيته طبعا. نعم. كان عنده ماكينه. عنده ماكينه. ايوه هذه كانت ساكنه في نفس الحوش اللي احنا فيه. طب كانت تخيط للرجال والنساء ولا بس للنساء؟ للنسوان. للنسوان. طيب منجره او محددي كان عندكم في البلد منجره او محددي؟ لا ما في. وين كنت تروحوا اذا بدك تشتغل؟ على الرمله. المدينه الرئيسيه الرمله. طيب سكه الحرات لما بده يحسموها وين كانوا يحسموها؟ يسووها يحسموها يعني بده يسنوها سكه الحرات الارض كلها على الرملة وحذو الخيل وجلخ السكاكين. خالي كان حد خالك في البلد طبعا موجود صورته معي في البلد كان يقص الخيل ويحذي الخيل يحذي الخيل جلخ السكاكين. جلخ السكاكين بقى يجي واحد خصوصي في الاسبوع مره. منين كان يجي هذا؟ والله من برا يجي ما بعد كان يفر على القرى يجينا يوم معين يعني كان يجي يوم الاربعاء او يوم الخميس يجي هو. اسمه ما بتتذكره طبعا؟ لا ولا نور ولا من النور او ال وكانوا يجون بيضين كمان بيضين الطناجر. منين كان يجوك هذول البيضين؟ ما بعرف. طب وين يستقروا في البلد؟ وين يقعدوا عادة؟ عند الجامع تحت السدره كبيره. عند الجامع تحت السدره؟ ويطولوا يقعدوا لهم شهر؟ يقعدوا لهم اسبوعين ثلاثه. يخلصوا اهل البلد كله. طيب كسرات حجاره او معامل طوب كان عندكم؟ لا. بنا حجار يعني البنائين اللي بيبنوا؟ لا. كان في ناس مشهورين عندكم في البلد بيبنوا بيوت وكان حد بقى هيك يبنى النسوان بقت تبني. احنا دار عادي اربع حيطان شو بيسووا فيلا. المرات تشترك مع الزلمه. طب صناعه الفخار؟ لا ما كانش عندنا. لا. طب مين اللي كان مشهور في وضع القرميد والخشب والهذا فوق البيوت؟ يجيبوهم من الرمله. من الرمله؟ مش من اهل البلد؟ لا. طيب سؤالي لك ايضا اهل البلد لما كان يصير عندهم وقت فراغ الكبار خاصه كيف كانوا يقضوا وقت فراغهم؟ وين كانوا يتسلوا؟ شو كانوا يعملوا؟ كانوا يلعبوا الدريس والضامه. ايوه الدريس هذه لعبه التراب رمل في الرمل. في الرمل. الدريس والضامه كلها. نعم. اغلب الاختياريه كله هيك كل اربع خمسه تلاقيهم قاعدين مع بعض بالمضافات ولا في البيوت ولا لا. في برا تحت الشجر وبالقهاوي. بلدنا مليانه شجر. ملان شجر. وال قالوا ما كانوش يقعدوا الاختياريه بالمرحله. ما كانوا. طب الاطفال كيف كانوا يقضوا وقت فراغهم زيك انت لما كنت طفل بين 10 و 12 سنه؟ ما فيش فراغات كان. فيش فراغ من مره؟ صعب. يعني بالعطله اللي ما يكون في عندك فيها مدرسه. ما هو العطله غير نقضيها بين هالبي وهالكروب. شو الالعاب اللي كانوا يمارسوها الاطفال؟ بقينا نلعب الكوره. الكوره؟ الكوره يا فتبة. الكوره بالعصي نلعبها بتعرفها؟ ايوه. هلا بتحب الكرة الأيام هاي؟ لا. ما بتشجع نادي ولا بتشجع أي واحد؟ مين بدي يلعب وين وسع اللي يلعبوا الكرة؟ لا الأيام هاي الأندية الموجودة. والبنور بقينا والفرافير هذول. نعم. بتعرف أحكي لك كلمة؟ نعم. اختصر. والله والله يميني والله يصدق لليوم هذا. لو بقول لله شوف إيش لله بتروح إيدي وعيني ورجلي وأرجع لأرجع. ثلاث أشياء من جسمي يروحن وأرجع نرجع. أكون حر راح أحكي في هذا الموضوع فيما بعد في القسم الثاني يا عمي أبو غازي. أنا لو أحكي لك قصتي غريبة يعني أنا في البلد هذا. أنا إذا بدك تقول في وطنية في الدنيا اللي ربنا خلقها منها. طب راح نحكي عن هذا، إحنا خلينا نحكي الآن عن وضع الاقتصادي والاجتماعي في القرية. طيب لو سألتك عمي أبو غازي الحكواتي كان يجي على البلد يحكي قصص ويسلي اهل احنا كل اهل البلد هالاختيارية هم اللي كانوا يخرفونا.
ما كان في حكاوات يجي. نقعد أهل البلد ما تفهم يعني عائلات وكلنا ملمومين على بعضنا نيجي. نعم. اللي لا عندك يا فلان واللي لا عندك يا فلان نقعد وهات من عندك وهات من عندك الربية وهات قبل الليلة إلى 11 إلى 12 نضل قاعدين ونروح الناس. طب الغجر والنور ما كان يمر على البلد يعملوا حفلات وكذا؟ شو كان يمارسوا الغجر والنور عندكم؟ بس النور كذي. النور. بعرف اسم النور بقوا يجوا يرقصوا ويغنوا ويسعوا. وين بالعادة يكون مكانه؟ على البيادر ولا على المقهى ولا في وسط البلد؟ عند وين حوشنا مثلا حوشنا في عرس في قدام مساحة ولا هو يحطوا هالحصر ويجي النوريات يقعدون يرقصون وياخذوا فلوس ويحطوا كمان الحبال يلعبوا على الحبال هيك وهيك. طب هذول منين كانوا يجوا هذول؟ هذول كانوا كلهم يفروا على القرى وين في قرية فيها عرس يروحوا. ما بتعرفش المصدر تبعهم منين؟ لا نق يعني زي العرب الرحل. ايوه يعني نسال وين في عرس وين النور موجودين نقول لهم ابو شوشك البريه في المغرب وعلهم نجيبهم. نعم. نقول لهم الجمعه الجايه في عرس عندنا يجوا. مش كل الكل يجيبهم مش الكل. تتذكر يعني من اسمائهم المشهوره؟ والله بعرف بس تنتين. مين هن شو اسمائهم؟ بدريه السيد وبدريه موسى تنتين. بدريه السيد وبدريه موسى. هذول بعرفهم تمام حلوات. هذول من اللي كانوا ينقصون يعني ويدفعوا لهم الشباب فلوس. حتى من ابوه العديلي ابوه العديلي بقى يقول اموت تحت رجلين الحمير النور. طب كانوا يعملوا الشامي يدقوا هذول النور؟ لا الدق عرفت الدق؟ بس هذول الرقص ما هو في حدادين النور. وفي رقصين مش مضبوطين مش كلهم النور زي بعض. في منهم كانوا يقرأوا البخت ويفتحوا. هذول ما كانوا من النور تقريبا. هذول هانا في المناطق هذه اللي نعم. اما اغلب هناك كانوا رقصين ومحددين. نعم. كور ومناجل وسكاكين ومفاحر يساووا. محددين ورقصين كانوا. نعم. طب بتتذكر انه في عائلات اجت اشتغلت عندكم في البلد او اشخاص اجوا يشتغلوا عندكم في النعاني واستقروا ما طلعوا من البلد وظلوا من اهل البلد؟ لا كانوا في يجوا مصريين بعد المواليد وظلوا دار الصعيد احمد الصعيدي كان مش من البلد كانوا. ولما واحد يجي غريب يقولوا له دار فلان ودار فلان وهيك يعرفوا. نعم. لا ما بتذكر. اما عائلات من قرى اخرى عربيه ما كان يجي؟ لا لا. طيب عمي ابو غازي احنا راح ناخذ الان استراحه دقيقتين ونتابع فيما بعد. الله يعطيك الف عافيه.